اجتماع اليهود في فلسطين هذا من علامات الساعة، لأنهم يجتمعون في آخر الزمان في فلسطين ينتظرون الدجال، يخرج الدجال فيهم ثم ينزل عيسى عليه السلام ويقتله. تجمعهم في فلسطين هذا من علامات الساعة، أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يحصل القتال بينهم وبين المسلمين في فلسطين، يحصل بينهم قتال وملاحد، في النهاية ينتصر المسلمون عليهم ويقتلونهم قتلا ذريعا. وهذا الآن بدت علاماته، بدت مقدماته، اجتماعهم من أقطار الدنيا، تجمعهم في فلسطين، هذا من علامات الساعة. وهذه مقدمات للحروب والملاحم التي ستحصل، ومقدمات لنزول الدجال، لأنهم ينتظرون الدجال، ينتظرون الدجال، لأن الدجال منهم العياذ بالله، يخرج في اليهود، يتبعه اليهود. فهذه من العلامات المتوسطة. العلامات الكبار هي التي تحدث في آخر الزمان، ظهور الدجال ونزول المسيح عليه السلام من السماء وقتله للدجال وحكمه للإسلام وظهور يأجوج ومأجوج في وقته، ثم طلوع الشمس من مغربها، خروج الذات، كل هذه من العلامات الكبار التي إذا حدث أولها تتابع ثم تقوم الساعة.